حاولت أن أصف الحبيب. حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. فأهلا وسهلا بالحبيب في هذه الليلة المباركة الكريمة. بجانبنا هناك كبار وصغار وشباب وأطفال موجودين بيننا، إيش هذا الصلة وإيش سرج هذه الجمعية؟ إن دعوة الحق إذا حلت حقيقتها في قلب شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبين له لمن يسلم هواه، تبين له لمن يصغي، لمن يستمع، تبين له من يتبع، تبين له موقفه أمام الدعوات المختلفة يمنة ويسرة من هنا ومن هناك في دائرة قال عنها خالق الكل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وحلل العليم الخبير المحيط بكل شيء علما غاية ما يفقهون وما ينتهون إليه من إدراك ومعارف، فقال: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن ادعى من ادعى منهم ثقافة، وإن ادعى من ادعى منهم معرفة، وإن ادعى من ادعى منهم تقدما أو تطورا أو حداثة، إن يتبعون إلا الظن إنهم لا يدرون بحقائق بدايتهم ولا عظيم نهايتهم. إنهم لا يعرفون من خلقهم وخلق المواد من حواليهم ليستعملوها فيما يصلح ويصلح بميزانه، وفيما ينفع ويفيد بميزانه، وفيما يجلب السعادة بميزانه وعلمه جل جلاله. ولكن والله المحكمة العليا حكم يوم الدين، حكم أحكم الحاكمين، يوم يجتمع الخصوم بأجمعهم، مؤمنون وكافرون، مقبلون ومدبرون، مصدقون ومكذبون، من أيام آدم إلى آخر نفس تعيش على ظهر الأرض، ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذا يوم الحكم، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. أين الجيوش؟ أين أسلحة الدمار الشامل؟ أين طائرات بلا طيار؟ أين الحضارة؟ أين الثقافة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيا مؤمن أصاب ذهنه غش
في تعظيم مؤتمرات واجتماعات على ظهر الأرض تؤدي إلى اللعب بدين الله وأمره ومخالفته وضرب بني آدم والناس بعضهم ببعض وحيازة المصالح لفئات معينة وظلم على خلق الله وقتل للعربرياء وسفكا وإزهاقا لأرواح الأطفال والنساء. أخرج من قلبك كل غش وصله من تعظيم ذلك فهو الفساد والضر والسوء الذي يندم أصحابه وأكثرهم تسبقه الندامة لأحوال تمر عليه وظروف تناله في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة فشانها وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن تسمع اسمع اسمع بيان ما هو من الأمم المتحدة ما هو من مجلس الأمن اسمع بيان من رب الكل وخالق الكل ومن إليه مرجع الكل ومن تخضع رؤوسهم تحت حكمه يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمع إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فأنت الأخ وأنت لنا أبينا زيارتكم لنا شرفا وفخرا وأثرا طيبا في كل حين فوالله بكم تزداد قدرا وإجلالا وإخلاصا يقينا. أيام هذا المسلك والمنهج من ظهور الإسلام أيام الصحابة عليهم الرضوان إلى يمننا وتوالي ذلك فترة بعد أخرى ومخصص به مناطقنا من بعد الصحابة من تابعين وتابع تابعين وخلاصة من سلالة النبي الأمين مستقيمين خاضعين خاشعين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل للعلا قدما على قدم بجد أوزعي فبالحق فلناخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة. اللهم اهل نيات الصالحات ومقيم الصلوات ومن مؤدي الزكوات ومن أهل الصفات الحميدات جنبنا وإياهم موجبات الحسرات والندامات في الدنيا والبرزخ ويوم القيامات اجعلهم اهتمام قوي بأمر الدين حتى يكون فيما يصنعون ويقومون سبب للبركة وسبب للحفظ وسبب للسلامة وسبب للفائدة وسبب للنفع. حياكم حياكم.
كل ذلكم كانت تحمل العقودات معاني شريفة كريمة، من أجلها صار الدعاء عند عقد النكاح مستجاب، وصار مجلس النكاح مجلس علم تطبق فيه الشريعة وتؤخذ فيه المواثيق الغليظة التي يسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. اتصلنا بوحي علمنا البداية والنهاية والأرض والسماء والدنيا والآخرة، وأنتم محصورين في هذه المادة لها تحيون وعليها تموتون، ونحن وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إيش الفلسفات هذه؟ هي تغير في الإنسان يعني انتزعت منه الشهوة؟ ما رأينا ذلك. فليش تدعوننا للتبرج؟ ليش تدعوننا لاختلاط النساء بالرجال؟ هذا الإنسان وهذا شهوته وهذا تركيبته. خلقه قال تجنبوا بلاويكم مشاكلكم، امشوا كذا وتستروا كذا. جيتوا تقولوا لا 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 لا، ليش؟ يا من آمن بالله ورسوله، القيادة لابد أن تعود لمحمد بكلياتنا، في كلياتنا، في أفكارنا ومعاملاتنا وأعمالنا، وبما جاء به نعرف التعامل مع الأجهزة ومع التطور ومع التقدم ومع كسب المال ومع إحكام الأمور ومع الأمن والاستقرار ومع المجاورة للجار. واضحة عندنا قبل ما تخلقون أنتم وآباؤكم. بتعلمون أمن ولا بتعلمون حسن جوار؟ علمنا يا محمد. يا ربنا قبر كل واحد منا اجعله روضة من رياض الجنة. يا ربنا يا الله يا الله، واجعلنا من خواص أنصارك وأنصار هذا الرسول المصطفى ظاهرا وباطنا في تمكين مكين وصدق، تختم لنا بأعلاه وأكمل. يا الله يا رحيما، جد وعجل بالمطالب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب، واغفر اغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. قال نبيك إن الله حي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، وقد مددناهما إليك تدرون دعوتم من؟ رجوتم من؟ ملايين من المخذولين الليلة دعوا غيره ورجوا غيره، وأنتم تدعونه. يا الله لك الحمد يا رحمن يا أرحم الراحمين، ونادوه جميعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.